بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان حصة النشاط بالتبادل مع اللغة الفرنسية واشتراك معلم الأنشطة في نفس الحصة. كنا في الفيديو السابق اتكلمنا عن إزاي نعمل حصة تبادلية بين حصة النشاط وبين اللغة الفرنسية بطريقة بسيطة وسهلة ومباشرة. النهاردة إن شاء الله هنكمل شغل، وصلنا تعليقات كتير ازاي نضيف معلم الأنشطة، مجال الصناعي والمجال الزراعي والمكتبة والاقتصاد المنزلي والكلام ده، وفي المرحلة الابتدائية ايضا الكمبيوتر او الحاسب الآلي، كل ده عاوزين نضيفه لحصة النشاط بدون ما يأثر على الأنصبة بتاعت الفصول. لان انا لو ضفت المجال الصناعي مثلا كحصة للأستاذ بتاع المجال الصناعي والمجال الزراعي كحصة للأستاذ بتاع المجال الزراعي، فكده الفصل أصبح عنده 5 6 حصص أنشطة في نفس الأسبوع، هي المفروض حصة واحدة، ده نص حصة كمان بالتبادل مع اللغة الفرنسية. إزاي نقسم النص حصة دي ما بين المعلمين أو نشركهم كلهم فيها بحيث كل معلم يكون له نصابه منضبط ومظبوط، وفي نفس الوقت يكون نصاب الفصل منضبط ومظبوط. يعني لو رابعة ابتدائي مثلا النصاب بتاعه 11 حصة لو احنا شغالين يومين، يوم 6 ويوم 5، او 12 حصة لو احنا شغالين يعني يومين، يوم 6 ويوم 6، النصاب بتاع الفصل ما يتأثرش، ونشرك المعلمين كلهم وكل واحد يطلع له النصاب بتاعه والحصص بتاعته والجدول بتاعه. كل ده اللي هنشتغل عليه ان شاء الله في الفيديو الحالي. ولكن طبعا في البداية بندعوكم للاشتراك في القناة، لو كنت لسه مشتركتش اعمل سبسكرايب الان واضغط على زر جرس التنبيهات ليصلك تنبيه بالفيديوهات القادمة. كمان اكتب لنا التعليقات واكتب لنا استفسارات، فيه كمان هدية قيمة ان شاء الله هنعرضها في نهاية الفيديو، هنعلن عنها في نهاية الفيديو الحالي، فخليك معانا كده وشاهد الفيديوهات لايف وما تنساش تعمل مشاركة للفيديوهات. نبدأ على طول ندخل في الموضوع بتاعنا ونفتح الـ ASC Time Table. ده آخر جدول عملناه في الحلقة السابقة أو الدرس السابق، الفيديو السابق، ووصلنا للحصة التبادلية. تعال نروح للمعلمين. أما أضغط على المعلمين كده فوصل لي هنا الأستاذ اللي هو جمال بيدي نشاط، وميسيو ده بيدي فرنساوي، وعملنا الحصة التبادلية بينهم. أنا بس هنزل جمال ده تحت علشان هشتغل عليه، ماشي، هضيف له معلمين آخرين، أنزله تحت كده أحدده وأنزل به بالسهم ده مرة واحدة لتحت. ودي الفكرة إننا بنرتب إزاي المعلمين والفصول كمان، لأن بعض يعني وصل لنا بعض الاستفسارات. أنا عندي في الفصول لما ضفت كان عندي أولى أول وأولى تاني، وبعدين لما ضفت تالت أولى تالت وأولى رابع ظهروا تحت خالص كده، أنا عاوزهم يظهروا هنا. بتحدد الفصل وبتبدأ تحرك من الأسهم دي لأعلى وأسفل. طيب خلينا في موضوعنا، احنا رحنا للمعلمين، وصلنا هنا عند الأستاذ جمال اللي هو بيدي نشاط بالتبادل مع ميسيو اللغة الفرنسية، 12 حصة لكل واحد هنا. المهم احنا عاوزين نشرك بعض معلمي الأنشطة مع الأستاذ جمال. أنا هفترض افتراضا إن معلمي الأنشطة، هكتب معلم نشاط 1، معلم نشاط 2، معلم نشاط 3، معلم نشاط 4، معلم نشاط 5، هضيف بعض المعلمين من غير ما أضيف لهم أي أنصبة، وأروح كده على جديد ونبدأ نضيف المعلمين. ده معلم نشاط 1، هنكتب بالعربي طبعا نشاط 1، والاختصار نفس الكلام معلم نشاط 1، نكتبها مرتين. موافق؟ هيفتح لي طبعا اول ما تعمل موافق الحصة الجديدة. ما تضيفش حصص، لو ضفت حصة هنا هيأثر على نصاب الفصل، نصاب الفصل اللي هو المفروض 12 حصة مثلا لو يومين في الاسبوع، لو ضفت حصص هيبقى 13 14، هيعمل انشاء للجدول ويبوظ الدنيا، هيضيف حصة اصلا بعيدة عن التانية فتعمل اغلاق مباشرة وما تضيفلوش اي شيء، هو كده صفر. طيب نضيف معلم نشاط 2، موافق، وبعدين نعمل اغلاق معلم نشاط 3 برضو من هنا جديد، طيب انا هنا ضغطت انتر والاختصار بتاعه مش مظبوط، اروح على تحرير واروح للاختصار لانه بياخد اول حرف من الاسم واول حرف من الاسم الثاني اسم الاب، هكتبه تاني. كمان معلم نشاط عشان يكون 4، خلاص لا مش تحرير، سكيب واضغط على جديد، معلم نشاط 4 بس ده اخر واحد.
انا هنا كان عندي كده كام معلم نشاط نعمل اغلاق لده. عندي معلم نشاط واحد، معلم نشاط اتنين وتلاتة واربعة، دول اربعة، والاستاذ جمال اللي هو اصلا مع معلم النشاط اللي ضفناه في الفيديوهات السابقة، يبقى كده خمس معلمين نشاط، على اعتبار ان ده مثلا مكتبة وده اقتصاد منزلي وده زراعي وده صناعي وده كده يعني. ماشي، هروح للحصص بتاعة الاستاذ جمال، اضغط عليها اللي هو بيدي نشاط بالتبادل مع اللغة الفرنسية، انتبه، اضغط على الحصص بتاعته. انا المفروض اني هزيل كل الحصص دي، تمام؟ هسيب بس اولى اول، تعالى نضيف لاولى اول المعلمين اللي هم مشتركين معه في النشاط. هو في فكرتين للوصول لحصة النشاط وتقسيمها بين المعلمين وبين الطلبة كمان. الفكرة الاولانية اننا بنضيف اسماء الطلاب في الجدول واسماء اولى اول مثلا، ونعمل لهم تقسيم لمجموعات، ماشي، وكل مجموعة بنسميها ده زراعي ده صناعي ده اقتصاد ده مكتبة ده صحافة كده يعني. وبعد كده بنربط كل معلم بالمجموعة بتاعته، ولكن الطريقة دي يعني فيها بعض، يعني ولد حب يغير النشاط، ولد مش عارف ايه، يعني معقدة شوية او صعبة شوية، طويلة شوية في الوصول للهدف، ولكننا بنوصل لنفس الهدف. الطريقة التانية سهلة خالص اننا هنعملها الان، اللي هي هنمشي بيها في الخطوات دي. هنضغط على اولى اول دي لتحرير الحصة، اولى اول دبل كليك او تضغط تحرير. هنا المعلم جمال نشاط اهو، الاسم والاختصار، تمام. هعمل هنا معلم مشارك في المادة، اضغط كده واختار معلم نشاط اتنين وواحد وتلاتة واربعة، كل دولت يعني الخمسة دول مع الاربعة مع الاستاذ جمال يبقوا خمسة في نفس الحصة دي، موافق. وبعدين اعمل اوكي. لاحظ هنا تم تقسيم الحصة في جد في هنا كده بالطول كده خط مائل، وهنا كمان كتب لي نشاط وحط لي الناس دول كلهم معاه اللي هم هنا في الحصة دي بتاعت يوم الثلاثاء دي، النشاط بتاعت أولى أول، لأنه أولى أول هي الفصل الأول ده اللي في الأعلى ده، تمام. المفروض إن أنا هضيف الآن كل حصص النشاط بنفس الفكرة دي. هضغط دبل كليك وهعمل معلم مشارك في المادة، وأحدد الناس دول اللي هم معلمين الأنشطة الحاليين في المدرسة، وأعمل موافق وبعدين أوكي. خلاص، فيظهر معايا كده اللي هو أولى دي تانية أول، تانية أول هي فين تانية أول؟ أه هنا، هنا في هنا في الناحية دي، تمام. وتمشي كده بنفس الفكرة دي. طب واحد يقول لي طب ما أنا أعمل نسخ إلى، ها نسخ إلى هيت، ليه ما اعملش نسخ الى؟ لو عملت نسخ الى هيعمل تكرار او دوبليكيتد كده، يعني قيم مزدوجه للحصص الحاليه. يعني احنا عندنا 12 حصه نشاط، لو نسخت الان بعد تفعيل الشغل ده فهيعمل 12 حصه نشاط. طيب سهله، نحذف حصص النشاط القديمه اللي هي دي كلها كده، كنترول شيفت كده شيفت واضغط من اول النطاق لاخره، وبعدين احذفهم واعمل نسخ لده. لما تعمل نسخ ممكن ما ينسخش التبادل بتاع الحصص. طب تعالى نعمل كده، نمشي خطوة بخطوة. ازالة، هنحذف ده، وبعدين اروح على تانية اول دي ننسخها، احنا معانا اولى اول ها وتانية اول، ننسخ الحصة دي الى باقي الفصول، يبقى اولى تاني واولى تالت واولى رابع، تانية أول معانا، يبقى دي ودي ودي كده، نحدد كل باقي الفصول. أنا عملت اتنين ودول الباقيين أهم نسختهم. بالفعل اتنسخ هنا الأنشطة كلها، ولكن الحصة التبادلية طبعا ما ظهرتش معايا، يبقى مضطر إن أنا أدخل لكل حصة وأختار الأسبوع الأول اللي إحنا كنا محددينه من هنا، كان النشاط في الأسبوع الأول. اه هنا في فكرة ان انا ممكن اضيف النشاط لبعض الفصول في الاسبوع الاول، نص الفصول، وبعض الفصول اللغة الفرنسية تكون هي الاسبوع الاول، ماشي. وده اللي نبهنا ليه احد الاساتذة المشاهدين الكرام، يعني قال كده انت هتشغل الاستاذ ده اسبوع واسبوع لا. فاحنا الفكرة كلها اننا ممكن نخلي نص المواد في الاسبوع الاول، نص النشاط نص الفصول، ونص الفصول في الأسبوع الثاني، فيكون كده التبادل بين النشاطين أو النشاط ده واللغة الفرنسية، تمام. بس أنا حاليا هخليهم كلهم الأسبوع الأول زي ما كنا، ليه؟ علشان اللغة الفرنسية لو عملنا كده لازم نعرف الفصول دي ونروح نحددها هناك ونعكسها هي كمان، تمام. فهمشي زي ما أنا ماشي كده المرة دي أو في الفيديو الحالي لعرض فقط المعلومة اللي هي اشتراك معلمي الأنشطة في الحصة
الواحدة بدون التأثير على الأنصبة. فاضل بس إن أنا نروح نبص على النصاب نشوفه اتأثر ولا لأ. بس نخلص الخطوة البسيطة دي، خلاص خلصت اهيت. ماشي، دي آخر حصة السنة بالكامل. لا، هو الأسبوع الأول. اللي مش فاهم موضوع الأسبوع الأول ده، روح للفيديو بتاع الحصة التبادلية، فيديو مميز وبيشرح إزاي نعمل الحصة التبادلية، النشاط مع اللغة الفرنسية. طبعا أنا هنلاحظ هنا النشاط، هنعمل إغلاق أهوت ونعمل إغلاق. طبعا الأنشطة نزلت تحت هنا لأنها إيه حصل، يعني لما حذفناها فالتبادل مع اللغة الفرنسية مش عارفين يعملوا ايه. احنا ممكن نشتغل يدوي، اخد الحصة دي لما بتروح عليها كده بيظهر معايا الهنت بتاعها هنا، ده تالتة اول، تمسك الحصة كده وتروح لتالتة اول اهيت، منورة هنا باللون ده، فين تالتة اول هنا، تضيفها هنا. فعلا تم اضافتها مع اللغة الفرنسية لان هي اصلا مكانها هنا. ودي اولى تاني، اروح لاولى تاني، فين اولى تاني اهيت هنا كده، اضيف الحصة في مكانها كده. وممكن طبعا تعمل انشاء للجدول من الاول تاني كده، بس عند انشاء الجدول مرة تانية هيحصل ايه، كل الجدول ده هيتلخبط من الاول تاني. يعني لو انت راضي عن الجدول اللي انت عملته لحد الان بالصورة دي، فامسك الحصص يدويا كده، دي تانية تاني امسكها وروح وديها عند تانية تاني، في الحصة بتاعتها فين، هنا في المكان ده. ودي تالتة تاني، روح لتالتة تاني، في الحصة بتاعتها فين، في المكان ده يدويا. او لو عايز تعمل انشاء بتعمل انشاء من هنا. انا عندي مش ما فيش مشكلة خلاص اعمل انشاء، لان الجدول اللي انا شغال عليه ده استرشادي كده بس، بنعرض عليه المعلومة، لذلك القيود بتاعته والتعقيدات والكلام ده كلها بسيطة. يعني كده تم انشاء الجدول مرة تانية. ولاحظ ان حصة النشاط اصبح عليها العلامة دي اللي هو ادي معلم 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 معلم. تعال نروح نشوف كده الانصبة بتاعت الفصول. مثلا الفصول زي ما هي اتنشرات اهيت، تمام، 12 على 12، تمام، كل فصل 12. طب المعلمين الانصبة بتاعتهم طبعا ميسيو 12، 0 على 12 بالتبادل، والناس دول كلهم كل واحد ده 12 حصة. لو حسبت الاتنشرات دول هيطلعوا كتير كتير، ولكن ما أثروش على الفصول، على نصاب الفصل. ليه؟ لأن المعلمين دول مشتركين في الأنشطة مع الحصة بتاعت الفرنساوي. يا رب تكون المعلومة يعني وصلت لحضراتكم، هي إن شاء الله يعني سهلة وبسيطة خالص، ما فيهاش أي مشكلة ولا أي تعقيد. ولما تروح حضرتك لمعاينة الطباعة للفصل بتاع مثلا أولى أول، لما هيظهر معانا معاينة الطباعة، لاحظ ان هنا ادي النشاط اتكتب هنا في المكان ده، جمال نشاط معلم، نشاط واحد معلم، نشاط اتنين، في الكلام ده كده. ولو رحنا الاولى تاني من السهم ده برضو النشاط مكتوب معانا هنا، معلمي النشاط. ولو اتحركنا كده ده اولى تالت وده اولى رابع. طبعا ملاحظ ان الفسحة بتتغير من مكان لمكان حسب برضو الفيديو اللي شرحناه عن الفسحة. وده حصة النشاط هي بتاعت سنة أولى تانية أول، ومكتوب معلمي الأنشطة بالتبادل مع اللغة الفرنسية. وكمان لو رحنا للمعلمين، جدول حصص مفردة للمعلمين، لو رحنا لمعلمي الأنشطة هتلاحظ طبعا إن معلمي الأنشطة في النهاية، أدي ميسيو، ده جمال نشاط، ده الجدول بتاعه 12 حصة المفروض، وده معلم نشاط واحد 12 حصة. هو نفس الجدول خد بالك، ولكن إيه كل معلم له يعني العنوان بتاعه او اسمه مكتوب هنا في بداية الجدول، ده معلم نشاط 3 وده معلم نشاط 4. بنعمل اغلاق لمعاينة الطباعة وبنروح للجدول بتاعنا. خلاص على كده دي المعلومة اللي حاولت اشارك بيها في الفيديو الحالي. يا رب اكون وفقت في عرض المعلومة. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، اشترك في القناة و ادعمنا بمشاهدة الفيديوهات لايف من اليوتيوب، وكمان شارك الفيديوهات واكتب لنا تعليقا، ولو عندك استفسار اكتبه في التعليقات، او اقتراح اكتبه، افكار جديدة نشتغل عليها، مفيش اي مشكلة خالص، كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنتعاون للوصول لتقديم الخير وتقديم العون. شكرا لكم والى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.